السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بيم 360 جلو، أنا دلوقتي مثلا عايز أدور على حاجة معينة، فهاجي هنا تمام وأروح قايل له أعمل سيرش على مثلا فانكول يونت، تمام، وأدوس إنتر، هو يبدأ يعمل سيرش في الأجهزة، بيقول لي مفيش. طيب خلينا نكتب مثلا دور، هيبدأ يقول لي أنت عندك اهوت 58 دور، وعندك مثلا في برن دور دبل بانل فيهم اتنين، وهكذا تقدر تعمل سيرش عليهم وتبدأ تدخل جوه الحاجة اللي انت عايزها. تمام، تقدر تعلم بقى على اي واحدة فيهم وتيجي هنا وتقول له كرييت شيل اكيوبمنت سيت، تمام اوكي، اللي هي هتلاقيها هنا مانج اكيوبمنت سيت.